واو يا خبر ابيض. أيّنا دوري قبل. خفت أخذت مصر والسودان وأمريكا واليابان حوريز الهويس. تعال أقف حامل أخذت الحوريز. أنت إيه اللي جابك هنا يا خير يا جزمة؟ جرى حوريز ده أنا جاي أطمن عليك وعلى حاجاتك. إنجز قول جاي ليه؟ أنا صراحة كده جاي أطمن منك وأسألك، أنت مأمن صح على المكافأة ولا إيه؟ ما تقلقش، الفلوس ليك والسفر لينا. نعم وربنا نجم، وأنا هشجعك يا حوريز. حوريز 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 حوريز. سامع اللي انا سامعه ده؟ في صوت. هو الاوضه دي مسكونه ولا ايه؟ بونجورنو يا صرمي. انا هعملها في جبهه، انا محترم نفسي. بقول لك يا زعافي، كابتن توفيق الابريق تحت مع الكابتن وعايزك بسرعه. طب روح ليه انت وخد معاك كرونوباكتيريا وانا باجي. اوكي تشاو. بلام ما تشربوا سادة مرة. لا من هنا وليس. أيوة. ما تمشيش ورا العيل ده هيضيعك، عشان انت كسبان كسبان. عارف ليه؟ عشان انت البطل. انا البطل اهو، انا البطل اهو، انا البطل اهو. ما طلع عقرب. ايه ده؟ سيبتي كورتك، سيبتي كورتك. ايه الدوشة دي؟ انتوا عارفين اللي اهم حاجه عندي هنا الهدوء، ومش الهدوء بس، والايه؟ ثواني معايا تليفون. انا كنت مركز يا جدعان، قطعني خالص. ايوه الو. ايوه يا حياتي يا عمري يا عشقي. ما بيفكركوش الراجل ده بخير جزمه؟ نفس القالب. انت فين؟ مع جوزك؟ جوزك؟ آه يمكن بيكلم اخته عادي يعني، مش حر ولا ايه يا قبطان؟ او هي اللي ندراها. ماشي احكي لي بقى يا روحي. لابسه ايه؟ اخضر سفله. ما حدش يظلمه يعني يا جماعه، يمكن اخته بيربيه. على العموم هغلى الشغل واكلمك يا قلبي، ويكون جوزك كمان نزل. قلبي روحي يا عمري. ده هياكل الموبايل. لا ده بيشرب باين ولا ايه؟ مش عارف. كنا بنقول ايه؟ الاحترام. الاحترام. انا اهم حاجه عندي هنا يا جماعه الاحترام. فعلا باين من المكالمه ان انت محترم. انا مش قادر افهم اشمعنى المطوشه بتاعتكم كنت الوحيده اللي بيحصل فيها مشاكل وحوارات وحكايات. ما كابتن حسن سينا فرم الواد الدنماركي وما عملش اي مشكله وكسب ووصل، اشمعنى انتوا؟ ها عشان احنا مش اي حد يا كابتن كنكه. ايه ابري مش هتفرق كنكه دي، تسافر لها يا حبيبي. على العموم انا جبت منظمين جداد غير الطقم القديم عشان خاطر يمسكوها لي من حديد، مفيش دبانه هتعدي، ويامنوا لي ماتش النهائي. يعني ايه؟ مش هنعرف نخم؟ نعم. نخش نخش يا كابتن قائد كبار الزوار. مش مكتوب لنا يا صاحبي، مش مكتوب لنا. انا عندي ليكوا خبر حلو قوي. ايه؟ مبروك عليك وصولكم النهائي. انا عايز الباسبورتات بتاعتكم. الله اكبر. يا سلام يا جدعان. طب حته البطيخه ما كنت تجيب كمان حته؟ لا انا مش عارف انتوا عملتوا ايه عشان تسافروا معايا. رايح ورس مالك في ايه؟ في ايه انت قد؟ احنا الفريق بتاعك. وبعدين يا حبيبي انت من غيرنا ولا ليك اي لازمه. ايوه من غير النبله بتاعتي كنت هتخسر. بس يا دي اهطل. انا كسبت عشان انا حريف وعشان بلعب اللعبه دي حلوه قوي كمان. بس هم ساعدوك برضو. انا ما حدش ساعدني، انا كسبت بمجهود. يا دي انت بتتنك علينا ليه يا دي؟ انت لسه ما وصلتش للنهائي.
واوصل للنهائي واكسبه لوحدي. طب يا ابن القهوجي ابقى اوصل للنهائي والعبه واكسبه وورينا بقى هتكسبه ازاي. يلا يا ابنها يلا. في ايه؟ انا اتبهدلت واتضربت واتشلت مرابع عشان قرش، قرش اكسبه من عرق جبيني. انا تعبت يا قبطان وعرقت وكافحت وكسبت. انا ما بقولش ان هم ما ساعدونيش، بس انا برضو كسبت لوحدي. ها 101 102 103 104 105. ما انا ممكن اعمل منها 600,000 دي يا كابتن عشان دي مش تقيله. ايوه بس هتخلي جسمك زي اللوح. انا ناقص يا اخي. حورس 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 البطل. انا ابو البطل ده يا ناس. ابويا انت اللي جابك هنا يا ابويا؟ قلت لهم بره انا ابو البطل، دخلوني على طول. استاذ عبد العزيز 5 دقايق وتسيب البطل يكمل تمرينه. براحتك يا كوتش. حورس عايز اقول لك على حاجه يا ابني. تعالى شوف، انت طول عمرك نحس وشؤم وجاي عليا بالخساره، لكن بعد ما خدت البطوله الحاره كلها بقت تهتف باسمك. حورس 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 البطل. وانا اقول لهم انا ابو البطل، انا ابو البطل. سامحني يا ابني اذا كنت قسيت عليك في يوم من الايام، لكن بكره مصر كلها هتهتف باسمك. حورس ابن عبد العزيز، حورس ابن عبد العزيز، انا عبد العزيز، حورس ابن عبد العزيز. حبيبي يابا حبيبي. كنت عايز اسالك سؤال ولا مؤاخذه يعني، هو اللهم لا حسد، المكافاه هتاخدها بعد البطوله على طول ولا فيها يومين ثلاثه كده؟ انت هتموت في نص جنيه، دي اخرتك. انا عارف، انا عارف انا بقول لك ايه. يا دي اخرتها معايا يعني؟ المجانس والعضلات دولم انا ليا فيهم، انا صارف عليهم. يابا سيبنا ركز عشان عندي نهائي بكره وعشان موضوع الجواز. ماشي بس خليك فاكر ان انت اللي بتعند معايا اهو، سيبك من الجواز خالص. طب يلا يابا عشان عندي تمرين. حاضر يا سيدي. يلا يا عبد العزيز يلا ما تعطلش التمرين. اتفضل ارجع. هبا هبا لين العضلات لين العضلات. فك 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 فك. ها هو ده هو ده. ها لف. احسن يا بطل احسن يا وحش. ركز كده. بقول لك يا ابطال احنا عايزين نركز، ده داخل على النهائي. ما تقلقش باذن الله حورس هياخد البطوله. قول يا رب يا ابطال. يا رب. احسن يا بطل. بقول لك ايه يا بكتيريا يا صاحبي، مش عايز مساعده؟ لا يا حبيب قلبي تسلم. ما اللي ينسى اصحابه عمره ما ربنا هيكرمه. بس يلا انت هو اللي عنده كلمه حلوه يقولها. اللي الامام يا بطل مصر. هو عايزين نركز. يلا وحش يلا بطل طلع الحيوان اللي جواك. حتى انت النهارده بقى اقبال جماهيري كبير جدا 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 موجود في الصاله. كل جماهير مصر النهارده لابسه تيشيرت احمر مكتوب عليه حورس، كل بيهتف حورس 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 حورس. ده بسم الله ما شاء الله ولا نهائي أمم أفريقيا يا كابتن. ربنا يستر. هيستر ان شاء الله ما تقلقوش. اصل انت مش عارف انت هتقابل مين في النهائي. بقول لك ايه، انا غالب 3 ابطال عالم، ايا كان مين في النهائي هاكل دماغه. طب قابل